السلام عليكم. يا السلام عليكم. طبعا انا ديكور جديد فضل الله وفضل مرتضى شغله كله ابوي. طبعا انا بدينا ديكور جديد نفس ما قلنا لكم راح نسوي ديكور جديد للقناة والستان مالتنا اخونا سجاير. طبعا السلسلة جديدة بالنسبة لنا نشرنا على الانستغرام ستوري بحساب مرتبط طبعا في الجروب صندوق الوصف كتبنا مشاكل المتابعين فاللي ما تابع على انستغرام فراح تعيد فرصه هو يروح على علي سوالف يعني طبعا يومياتنا بالستوري انا دور غير جامعه مرتبط يا اخي والله خجله بالقران الكريم خجله وخجلتكم هاي حساباتنا ضيفوها اول مشكله اول مشكله راح تكون مشكله يا الله صحيح بدي احل مشاكلكم بعدين تعال انا والله احنا مشاكلنا والله حقيقه احنا مشاكلنا يعني المشاكل اللي عندنا يعني نعاني من التصوير شوي شوي جاي نتطور شوي شوي يعني ندرس اثنيناتنا مرحله ثالثه انا عاني مرحله ثالثه شنو الفرح بالموضوع وهو جديد على الثالث فهي اصعب مرحله دراسيه بالجامعه هي الثالثه اللي الاختصاص يكون تخصص فيها يعني فاحنا انا ما زي اقدر اوازن بين الدراسه وبين التصوير صدق هاي راد الحل مشكلتي هاي المشكله طبعا هاي المشكله الثانيه مشكلتي انه اقرا وانسى ما تقرا بتركيز طبعا تقراي هيك مده 5 دقائق اذا كان شلبت شبيك تردها او تراجعها بعدين ورا 5 دقائق تنساها ليش؟ لانه ما تقرا التركيز اقرا ورقه وقلم هذا الدفتر هنا والماده انت احفظها الماده فهمها فهم اوكي شو تقرا؟ ورقه وقلم مثل هاي الصفويه وهم اي مو تحفظها تقول صفويه وهم قبائل وهم قبائل لا تفهمها انه صفويه وهم قبائل يلا ما يخالف ما يخالف يلا سامح الاخ مشكلتي اكل اكل وما اسمع تاكل وما تسمع؟ نفس نفس حالتنا نفس الله العظيم شوف صدق هذا جبت المشكله الاولى المشاكل المتكسر لا لا صدق مو زين على الصحه طبعا نار ما اكلك هي نعمه من الله سبحانه وتعالى والخطيب قام سالس حلو انا زيد وجبات الاكل زيد وجبات الاكل وشوي ها فيتامينات صدق فيتامين سي فيتامين انا فيتامين طيب الان خلصت التتمس خلاص خلاص كل زين هي السم المشكله الاخ يقول مشكلتي انا عس وما اريد انام نفسي شيء ليش يعني انا عس وما اقدر انام بالعكس خاف عندها شغله تفكر فيه لا لا انه هي تنعس بس هي ما تريد تنام ايش حلو النوم شنو مثلا جزء تحب الحياه والله العظيم عيب شنو تضحك علينا انت شنو طبعا عذرونا اول مره شوي صرنا اول مره يعني ما تحب انه تتباوع تمشي تطلع ها ما تحب النوم لانه تحس ان النوم ياخذ جزء من حياتك عم روح روح عم روح 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 لا خلي الناس تضحك عليك روح بعد لا تسويها هي ابدا نامي 9 ساعات كافيه وبعد تونس شنو السالفه؟ وقت شنو؟ وانا انام 10 ساعات مشكلتي ماما ما تقبل ابوا عليكم اه ليش؟ اول مره تبعشت عليك لا كذب لا حتى عرفت خاله احنا اول شيء نقدم محتوى عائلي ويعني نصيحه لخالتنا خاله احنا نقدم يعني اخر ناس ابغى ناي نصيحه اوكي اول شيء احنا نقدم تمام يعني اصغر وكبار صغار يعني ناس جميع الاعمار والعوائل والحمد لله وشكرا عوائل وايد تابع يعني المنطقه تمشي يصير العائله العراقيه ترى احنا اغلب المتابعين عوائل عوائل الحمد لله وشكرا والله اكبر بطابي مو فخامد هاي النظره السلبيه تشيلي مبارك طبعا هاي مشكله شوي حزينه لا صدق عليك جد شغل وضع جد مشكلتي اهلي يتمنوا الموت كذب هاي مراهقه
شذاب، ماكو اهل يتمنون للابنه يموت. مستحيل. شوف انا اقول لك هاي اوليش الطبيعه عمرها 15 سنه. بعيد عن اهلها مشددين وياها مجرد يعني انه هي ابنيه يخافون عليها، اي يريدون يحافظون عليها، فهي تشوف نفسها انها يكرهونها، هاي صايره بي وصايره بك. صار مو صح. هو تكرم الحيوان يحب البزوم، يحب بزره، فانا طخنت بزره. انا ادري الو، فانت غلطانه، اهلك يحبوش ويموتون عليك. وتحياتي لك ولاهلك. طبعا انا معكم حسين. المشكله الاخ اللي يعني انا ثنيتنا عانى منها ومتعبتني كلش. ناس تقول لنا مغرورين، ناس قلنا متكبرين، ناس يعني هواي سوالف. ليش؟ انه مشكلتي تقول انت ما تجاوبني على الخاص؟ ايه. عنده سؤال نجاوبه، مثل عنده استفسار نجاوبه، الشغله مثل الانسانيه اجاوبه. زين انت اذا تقول لي هلا وشلونك شو اخبارك؟ انا يعني مو شو التكبر بس يعني تعال فوق الالف رساله. لا اول شيء عندنا دوام. زين انت اذا جاوبتي انا مثل جاوبته بعد 6 ساعات ما اجاوبك، ونقول هذا ثقيل شايف نفسه. ايه فاحنا نبتعد عن السوالف. ومرات تصير مشاكل اكو ناس ما تخاف الله يعافيك. مشكلتي ايش ما احفظ انسى بسرعه، هالشيء كلش ماثر علي. طبعا اقرب تركيز نفس الشيء. بس تقرا ورقه وقلم وتعلمي تراجعين اول ما تقعدين من النوم، قبل لا تتريدين، قبل لا تغسلين الوجه، قعدي راجعي بينك وبين نفسك، لا تشوفين الماده، يعني انت قاريتها راجعي الفجر او الساعه 6 الصبح، وبعدها روحي للامتحان ولا تراجعين بعد. والله العظيم هاي الشغله مجربه ويمه تنجح بعد ما تنسى. المشكله الاخ نهيت علاقتي بشخص وهو يحبني واحبه كاصدقاء، ونهيتها بسبب ماله واحس يهتم بس ما يهتم. يعني ما ادري شلون اريد حد. هو مبين الانسان ما يهتم لك وقطع بك يعني ما يريدك، فكافي يعني هالسوالف. اعتبر ورقه خاصه. تعال تعال وخلنا نسولف لك على مضمونه، ولو هو العشقت سوالفه فشل. مع كل العتب خلاني خل وراح، ومع كل الدمع وجفونا جرك صد، ولو هو العشق. نعم. لا ورقه رابحه اللي يروح من يمك انت، يعني هو لا اعتبر ورقه خاصه، هو يعني هو خسران 100%. اي هو يروح هو الخسران. الف رحمة على والديك. مشكلتي انه انا عندي هاي مشاكل. ها؟ مشكلتي بيت هذا استغفر الله. من شايف فكرة اني نرجع سوا، وحتى وصلت لمرحلة ذليت نفسي اليك، فاريد ابتعد، انصحني ايش اسوي؟ قرار معك كلام. ما يعرفك ما يثمنك، المثل بمجانه ودوى، خلي عاشرني اللي يسولف من وراي، الربع شايل خلق بدوي عوف نومه ويقعد يصبق هوا. هذا الجواب لل يعني اختصر كل شيء اللي انت كتبتي. اوكي كنت تفهميني. طبعا المشكله الاخ تقول اتعب واكتب بروايه تالي ماكو تفاعل قوي. طبعا الدنيا كاتبه مو؟ اي كاتبه، انا شايف حسابها. استمري وان شاء الله التوفيق. هذا مو للتفاعل لنفسك، اذا انت تحبين هاي الهوايه استمر بي. طبعا المشكله الاخ مشكله كلش حلوه وياي، اكيد كلش حلوه. يقول مشكلتي بكم متعلقه حبكم كلش هوايه. والله هاي المشكله علينا، انصحك تستمرين علي. يا ريت هاي المشاكل كلها موجوده عندنا. ان شاء الله المتابعين كلها تستمر علي. طبعا المشكله اللي يعني الوحيده اللي انصحكم بالاستمرار به. والله هاي المشكله كلش حلوه. والله طبعا لهنا وتنتهي المشاكل. نعم وينتهي الفقره. طبعا على انستغرام لين راح نسوي فقرات كلش حلوه. اوكي اوكي. وخلف الكواليس عندنا ناس لواتي يعني تشلبوا. ها ولا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك بالقناه، وان شاء الله نستمر بنشر الافضل. باي.